السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا تاني بعد البريك، ركزوا بقى معايا. احنا دلوقتي هنشوف الأدوات اللي أنا كنت بحكي لكم عليها. طيب دي اسمها الحواجز اللي أنا كنت لسه بقول لكم عليها. بصوا لو ركزتوا كده هتلاقوا إن الحواجز مختلفة الأحجام. يعني بصوا أول واحدة دي الطفل يا دوبك هيرفع رجله رفعة بسيطة عشان يعدي، لكن دي هيرفع رجله أعلى شوية، بعديها هيرفع أعلى شوية أعلى شوية لحد ما يوصل لإيه؟ 15 سم. تمام. طيب اللي وراها دي اسمها ايه؟ الاطواق، ان الطفل هيقول زي ما قلنا هنحجل فيها برجله ايه لمده مسافه 3 سم 3 متر سواء اي 3 متر صح. تمام. تعالوا بقى اوريكم بقيه الادوات بتاعتنا. بصوا شايفين الاطواق اللي ورا دي، هي دي الاطواق اللي بنخلي الطفل يدحرجها، هي دي ان يحرك اطار سياره مسافه 4 متر دون ان يقع. ده الكراسي اللي احنا بندرب عليها الطفل فوق، ما بنجيبلوش كرسي عادي لان الكرسي العادي ممكن يعمل للطفل عندنا خلط. طيب بصوا يا اولاد، احنا لما يبقى عندنا مفاتيح كهربا لازم نقفلها، ليه؟ عشان الامان بتاع الطفل، فبنقفلها له بحاجه. بصوا المفروض الحلقات بتبقى كده، الحلقات متعلقه فوق. بصوا شايفين الادوات مرصوصه بشكل منظم ازاي. طيب بصوا بقى اللهم صل على سيدنا محمد، الحواجز بصوا محطوطه كده اهو، يبقى ده الصغير خالص، بعديه الاعلى شويه، بعديه الاعلى شويه، بعديه الاعلى خالص. تمام. هنا هيبدا الطفل يرفع رجله بالراحه شويه، بعدين يرفع رجله اكتر اكتر لحد ما يعد. تمام. 15 سنتي اهو. طيب دي بقى ايه؟ دي الادوات اللي بنشتغل بيها كبير وصغير. بصوا الادوات لازم يبقوا الاتنين من نفس الحجم ونفس اللون، ودي الطويل والقصير. طيب انتوا هتيجوا تسالوني طب انا ليه عامله كل الاحجام دي؟ علشان احنا لما بنيجي نشتغل كبير وصغير خلصناه خلاص، عندنا مفهوم تاني اسمه الاكبر والاصغر، عندنا مفهوم تاني اسمه الاطول والاقصر. تمام. فعشان كده لازم يبقى عندي كذا اختيار، لان لما اقول له هات الاقصر يجيب لي الاقصر، هات الاطول يجيب لي الاطول، هات الاكبر فيديني الاكبر، هات الاصغر فيديني الايه؟ الاصغر. طيب دي برضو الحلقات بتاعتنا اهي، دي بقى اسمها لوحة الاتزان اللي بقول لكم الطفل بيبقى عليها بيتمرجح يمين وشمال يمين وشمال، وبرضو هوريكم الحاجات دي ايه ان شاء الله متصورة. تمام. تعالوا بقى كده نفتح فيديو ونشوفه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح واحد ونشوفه ايه مع بعضينا، هو فين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب تعالوا نفتكر بتاع زينب الاول قبل ما ايه ندخل على حاجه تانية. لحظه واحده بس، دقيقه واحده بس، الباب بيخبط. لحظه يا جماعه انا اسفه جدا، وغيرته تاني. لحظه بس هفتح الباب. معلش يا جماعه بعتذر جدا جدا جدا، يعني اصلا والدتي مش هنا فكنت فاكره ماما. تعالوا بقى اوريكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زينوبه وهي ايه بتطلع، عشان برضو ايه نفتكر. بس تعالي اللاب شويه عشان انا بيزعجني فبوطي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب زينب كده هتمشي لقدام. قدام 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 قدام. زينب ماشيه قدام، ينزل من الثانية. برافو عليك يا زينب، معفو امشي قدام يا رب. قدام 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 قدام. يلا يا زوزة ماشية فين؟ ماشية فين؟ قدام. ماشية فين؟ انزل من قدام، انزل من فوق، انزل. برافو عليك يا زينب. دي اسمها عريضة التوازن، ان الطفل يمشي على عريضة التوازن مسافه 3 متر. على فكره احنا لسه قايلين النشاط ده. طيب تعالى اوريكم زينب وهي بتمشي على عريضه التوازن لورا برضه عشان ما ننساهاش. زينب ماشيه ورا، زينب ماشيه
ورا 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 زينب ماشية ورا. خدي زينب، خدي بالك يا زينب، دي آخر خط. برافو، انزلي يلا. انزل الازاز، برافو عليك. زينب مشي ورا. زينب ماشية فين؟ برافو كمان. زينب ماشية فين؟ كمان. زينب ماشية فين؟ ورا ورا ورا. زينب ماشية ورا. يلا ازاز انزل. ده بالنسبة لعريضة برافو عليك يا التوازن. زينب. طيب تعالوا بقى نشوف الحجم بقدم واحدة. بص، برافو عليك. يلا الرجل التانية جوه الحلقة. ده الحجل برافو بقدم عليك واحدة يا زينب. مرة مسافة الحلقة 3 يلا. متر اهو. بص، برافو عليك. يلا ارجع. لا يمحق. ازاي ابراهيم؟ تعالى تاني. انا اصلا بس عايزه اقول لكم حاجه، ان ابراهيم هنا كان بيتدلع عشان محمد كان معانا، فهو شايف طفل تاني فمش عايز يشتغل، فاهمين؟ اللي هو بيتدلع يعني. ابراهيم انتوا بقى حاجه كويس. بس بص اتفضل انا عاجبه ازاي ان انا اخليه ينط كذا يلا. مره. ابراهيم اخر مره عشان انت تتدلع وكده. يلا ارجع بقى نط. رجلي مرفوعه. بنط بقى الحلقه. برافو عليك. حلو قوي. انا كان لازم نبرة صوتي تتغير، لان هو انا عارفة ان هو بينط كويس جدا بس هو بيتدلع، فلازم اديله تنبيه ان هو ايه، لا اظبط نفسك بقى عشان ايه، يعني انت اشطر من كده. طيب تعالوا نشوف مع بعض نشاط ايه تاني. لا ده فوق، لا مش مهم فوق. تعالوا بصوا بقى، استنوا اوريكم ان هو ايه. استنوا، يرفع ايده لفوق الاول والجنب. بسم الله. بصوا دي 80 في 3 اهو. بص، طيب زين بيعمل كده ليه؟ عشان انا بساعده. لو انتوا خدتوا بالكم، كل ما ينزل ايده اروح انا رافعه له، كل ما ينزل ايده يروح هو ايه، هو كل ما ينزل اروح انا رافع ايده. بص هو هيعمل ايه لما انا اسيب ايده بقى، اقول له امسك نفسك ووقف كويس. شفتوا لما مفيش مساعدة هو بدأ يظبط ايده ويظبط نفسه، لكن طول ما انا بساعده هو حاسس ان انا ايه، بساعده، فخلاص انت عايزاني ليه يعني امسك نفسي يعني. بص بقى، ده الوقوف مع رفع اليدين الاعلى. بصوا بقى، أن يقف مع وضع أداة على رأسه لمدة 10 ثواني. يا
احنا ليه بنعد كذا مرة؟ عشان نتأكد ان الطفل فعلا جابها، يعني مش مجرد بيلق كده جات معاه بالحظ يعني. طيب بصوا بقى تاني في نشاط جميل برضو، بصوا ده مؤيد، ان يتخذ وضع الحبو مع رفع احدى قدميه الاعلى. بصوا بيتعمل ازاي بقى. بصوا هو كده رفع الشمال. على فكرة أنا مش ماسكة رجلي وأنا بس ساندة ظهري. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 برافو. بصوا بقى أنا كنت جايباه برضو من ورا عشان إيه. أبصوا بقى. اهم حاجه في الهدف ده ان الطفل تبقى رجله مفروده. بصوا كده الرجل لازم تبقى مفروده مش متنيه، هو بيحاول يتني بس احنا بنظبط. تمام. ده بالنسبه للحبو برضه. طيب ايه تاني؟ في نشاط تاني عايزين نشوفه مثلا؟